أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، اللي أتمنى من الله أن تكون تلك الدردشة التي نقوم بها ونتحاور فيها ونحاول قدر المستطاع أن احنا نركز على نقط بعينها مفيدة بالنسبة لنا وتكون في ميزان الحسنات يوم القيامة عندنا وعندكم. والواقع بيقول أن كل أب وكل أم تعبوا في تربية أولادهم ربنا يجزيهم كل الخير ويبقوا ده في ميزان الحسنات. وعارف كويس قوي إن الحياة والمجتمع اللي احنا عايشين فيه مش بيساعد في إن احنا نزرع بذور زي بذور المبادئ والقيم والمعاني والصح والغلط وحاجات كتيرة. واحنا بالربي بنصارع تلفزيون، بنصارع كمبيوتر، بنصارع تليفون دلوقتي، أي شاشة من الشاشات، بنصارع مجتمع طويل عريض، أصحاب بشكل أو بآخر. فمؤثرات كتيرة جدا علينا وعلى أولادنا بتؤدي إلى أن التربية ما بقتش أمر سهل ميسر. لكن في بعض النقاط اللي بنركز عليها اللي ملهاش علاقة بقى بالمجتمع الكبير، اللي ملهاش علاقة بنقطة ان المجتمع غلاب، بنقطة ان المجتمع ضاغط عليا، بنقطة ان الاصحاب ضاغطين. لا، هي نقطة خاصة، نقاط خاصة بيننا وبين بعض، بيننا وبين اولادنا، بيننا وبين اللي بنربيهم. النقاط دي ما ينفعش فيها ان غصب عني، او كلمة ان احنا ما كناش واخدين بالنا، او نقطة ان انا كنت بعملها والسلام، لان لها اثر كبير مش صغير على الاولاد في المستقبل. قلت لكم قبل كده من حلقات كبيرة ان احنا بنحب اولادنا، بتحبوا اولادكم وبتعشقوهم وبتتمنى لهم كل خير وعاوزينهم يبقوا احسن ناس وافضل ناس وأعلى ناس في الدنيا كلها وفي الآخرة إن شاء الله. لكن الأساليب المستخدمة ساعات بتبقى يجانبها الصواب، بتبقى مش صح، بتبقى محتاجة قدر من التعديل والتنظيم والترتيب أكتر من كده. يحضرني موقف من المواقف. الموقف ده لشاب وطفل صغنون عنده 6 سنوات. الولد ده الأم بتروي قصته ببساطة بإن بابا اشترى له ساعة، وساعة جديدة بغض النظر غالية ولا رخيصة مش فارقة، لكن وهو ماشي في الشارع حك في حيطة، أما اتحكت الساعة، وأما اتحكت الساعة الحكة كانت جامدة شوية. بابا شاف المنظر، زعق وصرخ وقال ألفاظ ما يصحش تتقال في الشارع قدام الناس كلهم، ما قدرش يمسك نفسه، ما قدرش يسيطر على غضبه، ما قدرش يسيطر على عصبيته في اللحظة دي، ويتدارك ان ده خطأ ممكن يكون مقصود او غير مقصود. الولد رجع لماما في حضنها بيترمي، بيقول لها يا ماما بابا زعقلي في الشارع. الام بتقول له معلش بس انت عملت غلطة كبيرة. شوف كلمة معلش دي اللي بناخدها عذر كبير في اخطاء من المفترض انها ملهاش علاقة بالمجتمع اللي احنا عايشين بيه، لكن بتؤثر سلبا في الاولاد. معلش انت غلطت غلطة كبيرة. قال لها يا ماما انا غلطت غلطة كبيرة، بس ما كانش لازم يزعقلي في وسط الناس. هو لو كلمني بينه وبينه كنت هقوله انا اسف ما تزعلش مش هكررها تاني، وهقوله اخصم تمنها من المصروف بتاعي. شفتوا بقى ان في بعض اوقات تلقائيتنا في كتير من المواقف والافعال. يعني مثلا واحد كانت ماشيه وانا كنت ماشي بنوتة في شويه ميه موجودين في الطريق، البنت راحت من غير ما تقصد ولا تشوف، راحت حاطه رجليها على الميه، الميه ترتشت، الام انبرت بقى بشويه الفاظ يعني وكلمات، واقلها يعني كانت دعاء على البنت. الكلام ده بيأثر، الكلام ده ليه تأثير.
انتوا معايا ليه تأثير ولا ملوش؟ ده مهم جدا، فكروا فيها كده وشوفوا مدى تأثيرها، وناخد اول اتصال معانا في الحلقة. السلام عليكم. ام محمد اتفضلي. لو سمحت الصوت، جدا. الصوت مش واضح، الصوت ليس واضح. عنده 5 سنين. يا أم محمد الصوت مش واضح. السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. دكتور. معلش، كان ليا واحدة صاحبتي هي عايشة برا مصر، تمام؟ بتشتكي، هو ابنها عنده 3 سنين، هو الكبير. هي بتشتكي منه ان هو لما بيتضرب في الحضانة او من زمايله وكده ما بيعملش حاجة، ان هو بيعيط، انما مع اخوه في البيت بيضربوا وبيعضوا، يعني حتى بيضرب مامته. ايوه. فهي بتشتكي يعني من حاجة زي كده، يعني هو حتى الولد مع ده اولاد نازل عمه. الحضانه بقاله قد ايه؟ لسه السنين دي قريب يعني. قريب مش كده؟ طيب. فهي مش عارفة، هي خايفة كمان. هي بتقول ان هي يعني عمرها ما مدت ايديها عليه، وخايفة حتى اسلوب تربيتها معاه ان هو يكون بتدلعه مثلا او كده، وشخصيته تطلع ضعيفة. حاضر حاضر تمام، حاضر، شكرا. شكرا شكرا. السؤال اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الرحمن اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. ربنا يجازي حضرتك خير علينا يا رب يا رب. آمين. دكتور، أنا عندي بنت في أولى إعدادي، هي يعني مشاكلها كتيرة في المدرسة، وأنا غلطت معاها بصراحة، ومش عارفة أعمل معاها إيه. يعني بصبر عليها كتير وأنصحها كتير، ومشاكلها ما بتبطلش، وغير تقصير في واجباتها أحيانا، أحيانا يعني حاجات كتير مش عايزة أقول حاجات عليها. هي قاعدة قدامي دلوقتي، أنا مش عايزة أتكلم قدامها ها يعني. ها ها. طب ما انا هعرف منين المشاكل؟ طب المشاكل في المدرسة عبارة عن ايه؟ مشاكل مع صاحبتها وكده يعني، ايوه. ممكن تاخد حاجة من صاحبتها مثلا، وصاحبتها تقول لها لا ما خدتش، وكده حاجات من دي يعني. الكلام ده متكرر؟ لا، هو ما اتكررش كتير، بس انا منزعجة جامد يعني، لانه يعني مش تربيتي بصراحة. انا يعني بقى لها قد يعني. ايه في السلوك ده؟ لا، هي حاجاتي كلها دي كده، او يمكن من السنة اللي فاتت. من السنة اللي فاتت بس، لكن قبل السنة اللي فاتت ما كانش في مشاكل؟ هي بقى فرط حركة ايوه ومشاغبة مع سنها، البنات اللي في سنها وكده يعني. ايوه. يعني ده هي بقى من اول حركية من زمان. من زمان. طيب المشكلة بقى ان انا لوحدي يعني زي ما المثل بيقول، ايد لوحدها ما بتسقفش يعني. انا لوحدي اللي بربي، الولد شايل ايده تماما. وانا والله مش عارف كيف تبقى كويسة، ومش عارفة اعمل ايه. تلعب اي رياضة البنوتة ولا ما فيش مجال لكده؟ لا، ما فيش رياضة، لكن ممكن نروح جناين يعني، اخدها اختها اللي اكبر منها من زمان يعني، ووديها حدائق يلعبوا بقى الالعاب بتاعة المدرسة والحاجات دي كده، وفي الاعياد وكده وفي الاجازات. وفي البيت بتنكش كتير؟ بتعمل مشاكل في البيت كتير؟ بس نروح بقى مع اختها اللي اكبر منها ب3 سنين يعني، مشاكل البنات بقى مع بعضيها، هاتي مش عارفة ايه، خدي ايه كده يعني. ممكن بقى يعني برضو الامر يتطور لالفاظ برضو مش كويسة يعني. يعني بعض مش عارف اوقات ايه يعني، كده يعني. بعض اوقات. حاضر. انا نفسي بس يعني اقول لحضرتك بس تفيدني الحل ايه، لانه انا لوحدي اللي ربي يعتبر. هوجه، حاضر هوجه توجيهات عامة وحضرتك تشوفي منها المناسب بالنسبة لها. حاضر بالنسبة لها. حاضر 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 حاضر. طيب تعالوا نقول الكلام اللي احنا كنا بنقوله في اول الحلقة. كنا بنتكلم على مسألة انك انت تيجي تديني وتعلق عليا وممكن تهزقني وتبستفني قدام الناس، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ده يصح ولا ما يصحش؟ في بعض اوقات شوية اولاد بيلعبوا مع بعض في العيلة ما بين العمات والخالات ومين ومين، وقاعدين وكذا، طفل بيضرب طفل، فتيجي ماما تروح مرازعة الولد ابنها على اعتبار ان عشان عماتها وخالتها وابن عمها وابن خالتها ما يزعلوش او ما يتضايقوش، وساعات بستف وهزق قدام الاولاد، وساعات الجدود يقوموا بالدور ده، ساعات العمام يقوموا بالدور ده، ساعات يوجهوا بشكل سلبي. هل ده صح؟ هل ده انا اقدر استحمله كشخص؟ هل انا اقدر استحمل ان انا
اخد في جنابي قدام الكل؟ ما اظنش. وبالتالي مفترض مع الاولاد والاطفال من المفترض ان احنا نتعامل معاهم بشكل مختلف. يعني في احد الشباب المراهقين اللي هم في السن ما بين 14 و18 كان بيقول لي ابويا يزعق لي ويربيني ويعجنني بينه وبينه، يعني بيني وبينه، لكن قدام الناس مش من حقه يهزقني، قدام الناس مش من حقه يهزقني، وحدث ولا حرج التهزيق قدام الآخرين بشكل كبير. في ولد مثلا اتأخر، قاعد في السايبر اتأخر حوالي ساعة عن ميعاده بتاع المروح، لقى باباه جايب السلك وجاي يضربه في وسط الأولاد كلهم، وكأن ده بيربي فيه شيء معين. ولد مع أصدقائه اتأخر شوية مع مجموعة من الصحبة ما كانتش كويسة من وجهة نظر بابا أو ماما، وده حقهم، جاب الشبشب وجاي عشان يضربه قدام أصحابه عشان يقلل في قيمته ويعرفه إن الأولاد دول مش كويسين. أمثلة بقى، حدث ولا حرج بقى، حدث ولا حرج من الأمثلة دي. زي ما في شاب بيقول لي ما كانش بابا يحب التوجيه إلا قدام العمام والخلان بتوعي، وكان ما يعجبوش التهزيق إلا في الفترة دي. بابا لو كان بيعجني جوه بيني وبينه والله ما كنت هتأثر، لكن أنا بعتب عليه إن شخصيتي طلعت ضعيفة نتيجة لإنه بيعلق علينا قدام الناس. نهيك عن الألفاظ، نهيك عن ردود الأفعال. الخطأ ده خطأ ليه علاقة بالمجتمع الكبير؟ مع احترامي لأ. خطأ ليه علاقة بالموقف اللي أنت بتمر بيه؟ لأ. بس احنا ساعات بنزودها حبتين، يبقى ما نزودهاش حبتين. من أجمل ما يمكن أبيات شعر الإمام الشافعي وقعت نظري عليها، بيتكلم في الموضوع ده، في موضوع النصح بيني وبينك، بيني وبينك في غرفة مغلقة، بيني وبينك تقول لي أخطائي هسمع لك، وححس إنك أنت خايف عليا وقلقان عليا، لكن في وسط الناس يبقى فيها تهزيق وبستفة وقلة قيمة وقلة ثقة وكلام كتير جدا. بيقول الإمام الشافعي في أبياته: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذ لم تعط طاعة. لو أنا ما طعتكش يبقى ما تزعلش بقى. يبقى الأولاد صغيرين كبار بيحسوا، الأولاد كبار صغيرين بيتأثروا، يبقى ناخد بالنا من النقطة دي. وما تجيش أم تقول لي في السر في العلن العيال ما بتأثروش، في السر والعلن يا ريت كلامنا يفيد، مش هيفيد في العلن. أي مشكلة تقع في الشارع أما أرجع البيت أدي التوجيه، أي خطأ فادح بيقع فيه الأولاد بره أستنى لحد ما أروح البيت وأخش البيت وبعد كده أعمل اللي أنا عاوزه. أي لفظ بقوله في العامة لازم أخد بالي إذا كان اللفظ ده يؤثر سلبا ولا إيجابا على الأولاد. وناخد اتصال آخر. أم زياد، السلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. لو سمحت يا دكتور ممكن أستفسر منك عن حاجة عن ابني، هو في اتفضلي كي جوان. اتفضلي. هو في كي جوان وعنده 5 سنين بالظبط، بس أنا حاسة إن هو عنده مشكلة في موضوع الفهم شوية، يعني ضعف، عنده قصور في الفهم شوية يعني. إزاي حسيتي بده؟ فمش عارفة أعمل إيه بالظبط، هل أنا أوديه فين بالظبط؟ طيب حسيت إزاي إن الفهم عنده فيه مشكلة؟ هو أنا حسيت إن أخوه الأكبر منه يعني المعلومة بتوصل بسرعة، ما هو هو بتوصل عنده بس بتوصل بصعوبة. بصعوبة. الولد ده اتأخر في الكلام؟ لا ما تأخرش في الكلام. كان في مشاكل في الولادة؟ لا كان ولاد الحمد لله كويس يعني الحمد لله. تمام. كان في حد من أفراد الأسرة الكبيرة عنده مشكلة في الفهم والاستيعاب؟ هو دكتور، هو موضوع الفهم يعني عنده ايه؟
يعني مش موضوع ان هم صغار ما يفهمش قوي، بس الدراسة. الحاجة يعني مثلا حفظ القرآن مثلا لازم اقعد اردد كتير قوي، وبحس ان هو يعني ايه مش منتبه معايا، نعم، يعني بحس ان هو مش مش منتبه منتبه. معايا خالص، مش منتبه، اه مش مركز. طيب حاضر. وحتى المعلمة يعني بديت اديله درس انجليش عند معلمة تانية غير الحضانة على اساس ان هو يمشي مع الحضانة، مع الفصل بتاعه سابقه، وهو يعني مستواه اقل واحد في الفصل، فبتقول لي هو بيضحك عليكوا، يعني لما انا بقعد اقول لها لا ده وحش ومش عارف ايه، تقول لي لا طب هو كويس معايا. يعني كان في حروف الانجليش مثلا قعد فتره في الفصل بتاعه وخد كلمات وهو، فاديته اضطريت ان انا اديله درس عشان يمشي يعرف حروف الانجليزي وكده، ويمشي فين؟ ويمشي في الدرس ايوه في الحضانه. فبعد كده لقيت ان هو ماشي معاه كويس. كويس. هل انا اوديه لدكتور نفسي مثلا يديله؟ انا سمعت ان في موضوع فاتي المناط وكده، يعني حاضر، ولا هقول اتصرف لحضرتك. ازاي؟ حاضر، هقول لحضرتك. حاضر، هقول طب لك. معلش حاضر، يا دكتور، يعني ضروري الحلقه دي لا يعني انا عشان هقول لك على اعمل طول اول ما تقفلي. طيب ماشي اول يلا. ما تقفلي. طيب احنا عندنا طفل في كي جي 1، الام دي جيدة وام عارفة كويس تراعي ولادها وملاحظة ولادها وملاحظة الفروق الفردية بينهم. أخوه الكبير كان بيبقى المعلومة بتخش أسرع، ده المعلومة بتخش أصعب. ده مش معناه الولد بيستعبط أو بيستهبل أو مش حابب أو مش عاوز أو كذا، الألفاظ اللي بتتقال كتير للأطفال المشتتين في الانتباه، اللي لو انتباههم اتصلح فهمهم واستيعابهم هيتحسن. الطفل المشتت في الانتباه بيبقى بطيء شوية في دخول المعلومة. الطفل اللي مشتت في الانتباه بيبقى فهمه واستيعابه أقل من الطبيعي، مش عشان هو ذكاؤه قليل، عشان قدراته وإمكانياته محجوبة بانتباه ضعيف، تركيزه مش تمام. وبالتالي أما أحس إن ابني الفهم عنده أو التركيز عنده في مشكلة في فترات الكي جي بالذات، يا ريت تروحي لحد طب نفسي عشان يقيم الولد، وبعد تقييمه يقول لحضرتك هي المشكلة ايه. هل المشكلة في الفهم؟ هل المشكلة في الانتباه؟ هل المشكلة في مادة من المواد الدراسية اللي موجودة؟ ولا طريقة التعليم نفسها؟ وايه انسب طريقة تعليم ممكنة بالنسبة للولد؟ يبقى 5 أسئلة هيتجاوب عليهم يوم ما تروحي للطب النفسي. طبعا تروحي للطب النفسي لان هو المنوط بيه علاج الحالات اللي زي دي، وطبعا في حاجات كتيرة بتتاخد للأطفال في السن ده وآمنة وما فيهاش مشكلة، عشان بس ما نتكلمش كتير ونقول الأدوية وغير الأدوية وبتعمل وبتسوي وبتخرب وبتصلح وبتدمن وبتعمل كل الكلام ده عاري من الصحة. هو محتاج حاجة للانتباه وللتركيز، يا ريت تهتمي وتكملي مشوارك وحياتك مع الولد ده، وان شاء الله ربنا يجزيكي خير، لانك لفتت انتباه كتير من الامهات اللي قاعدين دلوقتي انه ياخدوا بالهم ان لو انتباه الطفل مشتت او فهمه واستيعابه اقل من اخواته يبقى احتمال يكون عنده مشكله محتاجه علاج، والحاجات دي بتتعالج، بتاخد وقت بس بتتعالج. ناخد اتصال اخر. السلام السلام عليكم. عليكم. لو سمحت، انا اخويا في ثالثه اعدادي، وما بي يعني ما بيصليش وما بيسمعش الكلام وما بيذاكرش، ويعني بابا وماما وانا ومالوش اصحاب، كلنا غلبنا معاه ان هو يتحسن. يعني ده في كل حاجة ما عندوش حاجة كويسة يا سلمى. هو كويس وطيب، بس لما بنيجي نتكلم كويس وطيب، يعني طيب طب كويس اهو. وذكي، لكن لما بنيجي نتكلم معاه ما بيقبلش كلام حد خالص، لما وبيقعد لوحده كتير. بيقعد لوحده كتير، ده من امتى يا سلمى بيقعد لوحده كتير؟ يعني من 6 ابتدائي غالبا، بس يعني الموضوع السنة دي بقى يعني كبير قوي. زايد شوية القعدة لوحده. اه طيب انت بتقولي ملوش اصحاب، ملوش اصحاب من فترة طويلة برضو؟ اه ملوش اصحاب في المدرسة، ملوش اصحاب في الجيران، في النادي لا خالص خالص، ولا نهائي، في القرايب ولا اي حاجة. اه ونزوله وطلوعه قليل؟
بينزل بس يعني هم اصحابه مش العلاقه بينهم بينه وبينه مش كويسه، بيتخانق معاهم كتير وكده يعني. طيب بيروح المدرسة بانتظام؟ لا هو ما بيروحش المدرسه خالص، خالص، ليه بقى؟ هو في تالتة إعدادي وتالتة إعدادي متعرف عليهم ما بيروحوش المدرسة يعني. لكن بيروح امتحاناته الشهرية. اه بيروح بس ما بيروح. بيذاكرش، بيجيب درجات مش كويسة. مش كويسة. اه طيب عملنا نظام ثواب وعقاب كده، ان احنا نحفزه، ان احنا نقول له لو ما ذاكرتش هيحصل كذا، لو ما ذاكرتش هتتحرم من كذا، ولا بالكلام بس؟ لا يعني كل حاجة اتعملت معاه تحفيز، وحتى يعني ماما قالت له لو ذاكرت ونجحت هتكافئك وكده، بس مفيش فايدة. طيب هو بيحب الكمبيوتر ولا حاجة، بيحب التاب ولا حاجة، أما بيقعد مع نفسه بيحب الموبايل بيقعد معاه على طول كتير. اه وقت طويل؟ حاولنا ناخد منه الموبايل ونقول له ده في مقابل المذاكرة؟ اه بس كان بيعند بيعند قد إيه؟ مدة يعني، أيام، أسابيع، ولا اه ما بمجرد كانش ما بيعند. يعند يبقى إحنا بنديله الموبايل خلاص؟ لا ايام يعني ما كانش ايام ما يذاكرش خالص. طب هو النوم بتاعه كويس ولا قليل ولا بزيادة؟ نعم النوم آه. آه لا عادي يعني، العادي بتاعه، أكله كويس؟ ساعات ساعات. ساعات قليل يعني وساعات كتير، ولا ساعات قليل اه وساعات كويس؟ لا ساعات قليل وساعات آه كويس. كويس، لكن هو في تعاملاته معاكم بدأ ينطوي شوية عنكم. اه شكرا يا سلمى، حاضر هقول لك الإجابة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم أبرار. لو سمحت الدكتور، أنا عندي بنتي عندها سنة وشهرين بس عصبية جدا جدا جدا، وبتقعد تغل في نفسها يعني، لو ما خدتش الحاجة اللي قدامها تفضل تجز على سنها جامد جدا وتفضل تغل كده يعني أكتر من دقيقة، وما عطتهاش الحاجة يعني عيطت على الحاجة وما عطتهاش تفضل تغل أكتر وتفضل تعيط، يعني ممكن تعيط أكتر من 10 دقايق. اليومين دول بقى تفضل تترمي في الأرض وتقعد تعمل برجليها، بتغضب غضب يعني، وتفضل تعيط لحد ما يديها الحاجة يا اجي سكتها. لا مش عارفة تديها أتعامل الحاجة معاها لإيه؟ يعني، أول طفلة ليه يا يعني إما سكتها، لو ما اديتهاش الحاجة يحصل إيه؟ تفضل تعيط برضو وبتترمي في الأرض، تفضل تعيط بقى لكن لو تفضل طبطبتي عليها وخدت انتباهها لحاجة تانية بتبطل؟ اه ممكن، وممكن تبقى يعني في اوقات وفي تانية أوقات بتبقى عايزة وأوقات. ترجع لحاجة. اه ومش عارفة اتعامل معاها ازاي لان هي اول طفل ليا، بس عصبية بطريقة جامدة جدا. بيتنام كويس؟ نومها كويس؟ اه نومها كويس طب حلو، وطبيعي، حلو خلاص ماشي. بعدين بتتحرك هي كتير ولا تعبانة حاجة؟ جدا. اه حركتها كتير قوي بس ده طبيعي في كتير. السن ده إنها بتتحرك كتير، بتفتح حاجات كتيرة، بتقلب حاجات كتيرة، ده طبيعي. اه ده ايوه بتقلب الحاجات وشقية برضو وتشد في ده وتشد في ده وتبقى عايزة تتدخل يعني، كل حاجة بتمد ايديها فيها، اي حاجة في البيت بتمد ايديها فيها، ده طبيعي ولو على انا فكرة. بصوت عالي بتتكلم بصوت عالي زي ما انا بتكلم، ان شاورت بايديا بتشاور بايديها برضو، فانا مش عارفة اتعامل طيب معاها لكن ازاي. احنا هاديين في البيت. لا هي اصلا طبعها ده كل ده في البيت، هي طبعها لا، كده في انتوا البيت. كأسرة هاديين في البيت. لا يعني انا عصبيه شويه يعني بس مش قوي، وما بحاولش اتعصب قدامها كتير يعني، بس طيب انا في نفس الوقت مش عايزه اعودها على عايزه اربيها كويس، مش عايزه اعودها على الزعاق ولا صح، اعودها على العصبيه دي، مش عارفه يعني ابطلها من العصبيه دي الله، ازاي او اخفها منها على الاقل يعني. سؤال حلو. حاضر ماشي دكتور، حاضر، ماشي شكرا شكرا. طيب نرجع لبداية الحلقة، خلاص احنا بنتكلم على نقطة أساسية موجودة. أول نقطة اتكلمنا فيها في الحلقة دي، اتكلمنا إن احنا لو سمحتوا ساعة ما تيجي تنصح ابنك أو توجهه أو تنقده أو تربيه أو توجهه، ياريت يتم بينك وبينه. ده احنا في بعض أوقات بنقول بينك وبينه بعيد عن إخواته، بينك وبينه بعيد عن إخواته كمان، ده الأفضل نفسيا. انتوا مش متخيلين الأولاد أما بيكبروا
بيبصوا للمواقف دي قد ايه. اما ولد يقول لي دي انا اتكسرت في الموقف ده، طفل حساس او شاب حساس تأثر، خلاص تأثر من الموقف، انا لا انسى لابي انه حصل كذا وكذا، ده مش معناه انه بيغل على باباه، بالعكس ده في مواقف تانية يقول لي ابي ابي اب جميل، بس العيب ده فيه للاسف بيأثر سلبا فينا. فدي نقطة أساسية موجودة ولازم ناخد بالنا يعني بشكل كبير فيها. في نقطة تانية عاوز استعرضها معاكم، وأثناء الاستعراض هقول لكم الأفكار اللي ممكن تطرح على دماغكم وأنا بروي القصة دي، لأن حطيتها على الصفحة ولقيت في تباين في التفكير بتاع الناس، واستغربت إن 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 الناس بدأت تتباين أفكارها بالشكل ده. الموقف ببساطة بنوتة، البنوتة عادة إيديها مخرومة. يعني إيه إيديها مخرومة؟ يعني اللي بتمسكه بيقع منها، فعادة ماما بتقلق من الحاجات المبلولة اللي ممكن تبل، تقع بقى على السجادة، على السنيه، على العجمي، على التوضيب، على الباركيه، على معرفش ايه، على ايه، على ايه، هتقع. فالبنوته بتمسك كوبايه الميه وهتحطها على الترابيزه، خلاص، وماما بتلفت انتباهها، خدي بالك لحسن الكوبايه تقع منك زي ما بتقع كل مره. البنت قالت لها ما تقلقيش يا ماما، وقعت الكوبايه على الارض. البنوته ببساطه وقفت مذهولة قدام مامتها، فمامتها بتقول لها شفت يا غبية الكوباية وقعت منك ازاي؟ البنت عندها 4 سنين أو يقرب، يعني 3 سنين و11 شهر، 4 سنين. فالبنوتة قالت لها وانتي غبية يا ماما، مش انتي وقعت الطبق الصبح في المطبخ؟ فالأم انبرت بتقول وهي متنرفزة ومتعصبة، يا قليلة الأدب، في حد يقول لماما يا غبية؟ فقالت لها وانتي كمان يا ماما قليلة الأدب لأنك قلتي لي يا غبية. لوهلة كده هتحس إن البنت دي ند، لكن ما بتاخدش بالك إن الموقف ده لو حصل من حد كبير رد فعلنا هيبقى مختلف. لو عندك ضيف يا سيدي، أخوك، عمك، خالك، صاحبك في البيت، وكوباية الشاي أو كوباية القهوة أو العصير في إيده وقعت منه على السجادة وعلى الأرض وعلى الكلام ده، الكلمة الوحيدة اللي بنقول عليه خير، دلق القهوة خير، دلق الشاي خير، دلق العصير رزق، أي مكان اللي بيتقال بقى ساعتها، ولا يهمك. وقوم حضرتك اهم حاجه لبسك. الله، ايه التباين ده؟ اشمعنى البنت اتقال لها يا غبيه وقالت الادب، واشمعنى الكبير اللي المفترض فيه يبقى مسؤول ما بيتقالوش نفس اللي بيتقاله؟ دي ملاحظه احتمال يكون اجابتها عندكم. هي الام غلطت ولا البنت هي اللي غلطانه؟ هل من حق الأمهات والآباء إن يقولوا شتايم عمال على بطال وينعتوا الأولاد بألفاظ قد تقلل في قيمتهم، ومش حق الأولاد إنهم يتعلموا الألفاظ دي من ماما ويكرروها؟ أنا عندي 4 سنين، 3 سنين ونص، معرفش كلمة غبية غير إن أي حد بيكسر حاجة أو بتقع من إيده حاجة يبقى غبي. يبقى غبي دي معناها ان اللي يقع منه حاجة، يبقى ماما غبية كمان لان وقع منها حاجة، مش لانها غبية المعنى اللي احنا عارفينه ومدركينه، لان الغبي هو من ينعت اما يقع منه الحاجة. واللي يقول يا غبية يبقى قليل الادب. قلة الادب دي ملهاش علاقة بالكبير والصغير، قلة الادب دي ملهاش علاقة بالكبير والصغير. الكلمة فيها تعدي يبقى فيها تعدي. البنت بتلقائية ردت على الأم،
على فكرة ما كانتش تقصد البنت دي الإهانة، ولا كانت تقصد تقليل في قيمة ماما، ولا خدت إن الكلام اللي ماما بتقوله عليه ده تقليل في قيمة البنت، لكن هي بتردد نفس وتيرة أسلوب تربية ماما. ناس تقول دي البت دي ندية وقلة الأدب، جالي تعليق على كده، دي البت دي ندية وقلة الأدب ولازم تتضرب. هو احنا لازم نبقى ديكتاتوريين حتى في بيوتنا؟ لازم النظام الديكتاتوري عندنا في البيت يبقى بالمنظر ده؟ ولا الطبيعي ان الام تترفع في الفاظها بعد كده وتملى الكوبايه قليل وتجيب لها كوبايه بلاستيك بدل ما كسرت الازاز، وبدل ما نحذر البنت بانها كذا ننقل الكوبايه ونحطها في مكانها ونقول لها خدي بالك على الكوبايه، بدل ما نقول لها كل مره بتعملي كذا وكذا وسلبي كذا؟ يبقى نمره واحد، انا استغربت من الموقف بتاع الكبير وبتاع الصغير، ليه في فرق في التعاملات بينهم هما الاتنين؟ استغربت من ان الام اتضايقت ان البنت اتعلمت منها قله الادب. انا استغربت ان في حد بيشوف ان ده افتراء على الام، واعتبار ان احنا ما بنقدرش المجهود اللي قايمه بيه الام. لا بالعكس، أشكر لكل أم وكل أب أي مجهود مادي أو معنوي بيقوموا فيه في عملية التوجيه، لكن لساني لازم يبقى عف، لساني لازم يبقى عف، لازم أستخدم ألفاظ ترقى وترتقي، ما تبقاش الشتيمة تعالى يا واد يا ابن كذا. أنتوا بتستغربوا طبعاً، ده بيحصل في البيوت. تعالى يا واد يا غبي انت يا واد، ده بيستخدم في البيوت، ده عادي، ده الطبيعي، ده الطبيعي ان احنا نقول اجسام البغال وعقول العصافير، ده عادي، ده بيتقال عادي، ده العادي. صنف الحمير مع الحصنه مع البغال مع الفيلة مع كله مع كله مع البقر مع الكلام ده بيتحسب علينا في البيت، ده عادي، ده العادي، ده الكلام العادي اللي بيتقال، غير الألفاظ التانية اللي بتنقى اللسان، ينقى اللسان إنه يحملها. دي ملهاش علاقة بقى بضغط أم، مع احترامي ليها، وده معناه إن ملوش علاقة بالبيئة المحيطة، وده ملوش علاقة بالنت، وده ملوش علاقة بالصحبة، وده ملوش علاقة بالضغوط اللي بتمارس على الأم. ده هو مصدر من مصادر الأدب في التعامل والرقي داخل المنزل. وبالتالي أما بوجه النهاردة للمشكلتين اللي أنا بتكلم عليهم دول، أنا مش قصدي أبدا إن أنا أقلل في قيمة الأم دي أو الأب ده، أنا قصدي إن أنا ألفت الانتباه إن إحنا مضغوطين كلنا، وإن في طوفان زي طوفان نوح في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، لكن في أخطاء إحنا بنعملها باسم التربية ملهاش علاقة بالتربية. لو ظبطناها ورتبناها ونظمناها هتؤدي لإيجابيات في التربية كتير. وبالتالي لازم ناخد بالنا إن البنت دي أما ردت، ردت بأي محتوى. واحد تاني يفكر ويقول الأم دي اتربت على كده، تربيتها كانت كده، الطبيعي بتاعها في التربية في الأسرة في البيئة اللي خارجة منها كده. طب هو دينيا ينفع أقول هي غبية؟ دينيا ليس المؤمن بإيه؟ بلعان ولا بذيء؟ ودي بذاءة محتاجة منا إن احنا نرتفع ونرتقي شويتين عن المستوى ده. تخيلوا إن تعاملاتنا مع أولادنا وألفاظنا في التعامل معاهم ده دين، وإن الكلمة الطيبة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت صدقة، دي كلمة إيه بقى؟ طيبة ولا كلمة تانية؟ أصل الأم بقى تعبت في الغسيل، أصل الأم تعبت في كذا، أصل الأم تعبت في كذا، حط عقاب.
حط عقاب آني لحظي، اللي يوقع الكوباية يغسل مكانها وينظف مكانها، وخلصنا على كده. ولو ما نظفتش يبقى محروم من اللعب النهارده، وخلصنا على كده. ده أفضل كتير جدا من إن إحنا ننبري ونقول أصل هو أعصابي فلتت، الأعذار بقى. ولو رحنا قلنا لبابا إن ماما بتقولي يا كذا، معلش يا حبيبتي ماما بقى تعبانة ومرهقة وبتعمل وبتسوي وبتعمل، بس أنا بقول إن أنا ما بحبش التعامل بالطريقة دي، بطريقة النعت بالحيوانات أو النعت بالتقليل. في بعض التعليقات اللي قالها لي واحد، قال لي طب فين كظم الغيظ؟ يعني أنا متغاظ، فين بقى معاني كظم الغيظ في الموضوع ده؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ، دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العين ما شاء. يا سلام، ما هو ده دين برضه، وده دين. يبقى محتاجين حاجتين مهمين في الحلقة قبل ما أجاوب على الأسئلة سريعا، إن إحنا عندنا نقطتين. النقطة الأولانية اوعى توجه ابنك قدام الناس، والنقطة التانية إن لساننا يبقى عف في التعامل مع الأولاد، لأن أولادنا بيتعلموا منا اللسان ده بينتج كلمة طيبة ولا كلمة سيئة. من الأسئلة اللي جات لنا النهاردة، الولد الصغنون اللي عنده 3 سنوات ده، اللي لسه رايح حضانة، هو لسه رايح حضانة بيتعرف على المجتمع لسه يا دوبك، عشان كده شخصيته ضعيفة، عشان كده بيتضرب، عشان كده بيعيط. لازم نوجه الايه المشرفة بتاعت الحضانة انها تلعبه مع الاولاد، وتبقى مشرفة اكثر منها يعني متدخلة، بدل ما تسيب الاولاد بينهم وبين بعض. لكن ده هيحتاج الى نضج، وقدر من النضج الشديد اللي محتاجين فيه ان هو يرتقي. سلمى كلمتنا عن اخوها، واخوها ده مشكلة، ده مشكلة محتاجة طب نفسي يا بنتي، ومحتاجة ان يروح لدكتور، لان الانطوائية اللي موجودة فيه وبتتزايد من ابتدائي لحد اعدادي، لا دي محتاجة تدخل مبكر عشان ما يصابش ببعض الامراض النفسية في المستقبل. وعملية تأخر الدراسي، وان احنا مش نافع معانا اسلوب او سلوك معاه، ده يؤكد ان احنا لازم نروح عشان يتقيم الولد ده، عشان الولد ده قد يحتاج الى جلسات او علاج دوائي بالنسبة للمنظومة اللي موجودة دي. الـ 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 الوقت جري وخلص، وبسعد اما اشوفكم، وبسعد اما بقعد معاكم، وبسعد اما نلتقي ونتحاور، وبسعد باتصالاتكم، وبسعد بنبضكم اللي بيوصل لي. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والقاكم ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعة 7 بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye.